بمناسبة شهر رمضان المبارك أود أن أقدم لكم بعض النصائح الصحية والصحية الجلدية. أولاً بعد طول ساعات الصيام والحرارة العالية أنا أود أن أقدم لكم نصيحة بتناول الكثير من الماء والسوائل والعصائر بعيداً عن المواد الحافظة والملونة والنوم الجيد وترطيب البشرة بشكل جيد والوقاية من الشمس وعدم التعرض الشديد لأشعة الشمس. رمضان مبارك.